مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم وكل عيد استقلال وانتم بخير. مثل العاده بلشنا بغنية وطنيه بكل حلقه عيد استقلال. بس وين في استقلال؟ هلا عن جد بلبنان في استقلال؟ صلنا 71 سنه من عيد الاستقلال وما في استقلال. لا ليك وشو كمان والسنه شو الانكى بعد؟ اجى نهار سبت ما في فرصه كمان. لا انه مش بس ما في استقلال فوق الدكه، لا نحن صلنا 71 سنه بنقول يلا بسيطه ما في استقلال، بس هيك هيك عم نفرس. السنه اجى سبت يعني حتى ما في فرصه، ما في افاده ولا من محل ولا من محل، يعني ما طلعنا منه شيء السنه. بعدين وين الحلو؟ نحن صرنا من 43 من عيد الاستقلال من فرنسا. لا ياس منيح اللي استقلينا من فرنسا، لو ما استقلينا من فرنسا كنا هلا فرنسويه ومعنا الجنسيه ومنسافر وين ما بدنا بلا فيزا، وكنا ربحنا كاس العالم 98 وكاس اوروبا 2000، كنا عايشين هلا باوروبا. يا الله منيح اللي استقلينا عن جد. انا بقترح صراحه ما بقى نعيد عيد الاستقلال، بقترح نصير نوقف دقيقه صمت على الوضع اللي وصلنا له من بعد استقلال. اي استقلال بدها دقه حزن يا خيي؟ قال لك شو دقه حزن استقلال؟ قال اي استقلال. خلص 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 الله يرحمه، خلص الله يرحمه خلص. بس بدي اخبركم انا صراحه بعتقد انه فرنسا لازم تحتفل انه خلصت منا، يعني مش نحن لازم نعيد، هن لازم يعيدوا انه خلصوا منا. لا بعدين وين الحلو بلبنان؟ الحلو بلبنان انه احنا صحيح بنعيد تبع عيد الاستقلال 22 تشرين الثاني، بس هو كل هيدا العيد ما حدا بيعترف فيه. ها نحن بلبنان كل طائفه عندها عيد غير، يعني في ناس بيعيدوا ب 25 ايار الانسحاب الاسرائيلي، هول لوحدهم، هو عيد لوحدهم. في ناس بيعيدوا الانسحاب السوري 26 نيسان، هول كمان لوحدهم. في ناس كل واحد بيعيد شيء، عرفت كيف؟ يعني حتى على هيدا العيد نحن مش متفقين على فكرة. بس ديلكم شغلة، لا عن جد ما بدنا نحكي هذا الحكي، ما بدنا نحكي هيك عن وطننا. قتلنا حالنا لنجيب لنشيل الانتداب الفرنسي، وقضينا كل حياتنا عم نندب انه راحوا. بس لا، لبنان مستقل يا جماعة، عن جد لبنان مستقل. مستقل عن الكهرباء، مستقل عن المي، مستقل عن الأمن، مستقل عن الدستور. لبنان مستقل عن كل شيء منيح. لا مستقل يعني مستقل، والحمد لله مستقل عن كل شيء حواليه، فاضي يعني هيك مهرر ما في شيء لوحده. خلينا نشوف الناس على الطريق اذا بيحسوا انه في استقلال.